هلا والله نور هنا عليك ابو حبيبي والله ابو سلمان. هلا والله. العمليه شقين في بطنك اليوم. لا وش بطني؟ ما بطنك مضني انا. سنون. ها؟ سنوني. تبدع عنك تبدع. عظامه. حطوا لي عظم. ايه؟ لان العظم تاكل كذا من السكر، حط لي عظم هم انزرع عليه. والعظم من جابها الدكتور؟ سيف شلون جاب؟ ايه من وش عظم ويش؟ ادمي كلب حمار ولا وش نوع؟ منين جاب العظم؟ ماخذ من جسمك العظم؟ والله ما اخذ من جسمي شيء. منين جاب العظام؟ انا ما ادري بس الله العالم يهم انه اسد. انا ما فهمت زين عليه. اسد؟ يهم انه اسد ولا لابوه؟ وانا والله قلت ارفع يوم ما ظن لابوه. يا اسد يا فهد يا شيتا ادخل على الله. والله انا ايه ابو سلمان خذ الغاز وصدق فطنته. والله يسعد الدكتور. والله لا امسك الدكتور بحق انسان حاط لي حق حيوان. هو حق حيوان منين بجيبك اجل؟ يا ويلي ويلي ياو يا جواب الدكتور ياو. ايش يقول؟ ياو ايش يقول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قلت يا دكتور العظم ركبت لي عظم ايش؟ قال عظم بقري. اسكت بالله. اي والله تبدع اكتب ده اكل وخر البقر عنك وترجع في فهمك. نعم لزمتكم لزمتكم. والله ما عطك ايه عظم بعير. زاد انا اكل كلش بقمت وانا اكل كلش قرطيس مدري وشو بس ودي اطلع لساني امحش. ازاك تبي تلازمني لما اموت؟ تاك ابو سلمى انا طالبك انك تفكها. شافك فكها عظم البقره. والله ان شاء الله اسبوعين باذن الله اللي اجيب لك راس شو اسمه حر كامل راس بعير حر حق السباك. اي والله فك حط عظم بقره فهمك ما تشوف بدنا لحس والله ما اي خضار هنا يا حشه لا يعدمها الرجال. والله ينطب عليه اللي يخليه حصيده. شو ماني مقتنع. انت مقتنع ان يحط في فم الادمي عظم حيوان؟ كل شيء يشهد علي عظمك يشهد بكره يشهد عنك عظم بقره شد عليك العظم هذا. والله صادق ويا فشلت يوم القيامة. ايوه والله العظيم صادق غالبا. غالبا طيب غالبا هو يقول غالباً. انا اقول لك هو يقول ما نسبك البقر. اي يمكن غالبا. طيب غالبا طيب غير البقر وش يمكن اللي حطمهم من الغالبا ما حطك من يا راجل يقول انت ما نسبك الا البقر. والله اخذه كاش. والله نشكيها الدكتور هذا. ولا تشكي ولا شيء. الا ما لها معلمك انه بيحط فيه عظم بقره. ما تحس بيحطون فيه عظم بقره تحل بنبعتر ما له علاقه عظم انت. مشكله اللي بيحطون خطر يجي الحين صدر المجالس ويقول زارع ترى زرعي له عظم بقره. يا ربك وش بقره؟ لا انا اقول يعني الحين انت العمر شوف جالس بصدر المجلس. شفتك ماسك صدر المجلس وتهرج طيت على بطنك. والله ما تصدرنا وفمك حالة بقرة. وانت الذي يا ما الذي وبقرة. سيدي يسمونه هي من نيو جيرسي. بقرة؟ نيو جيرسي. جريسية جريسية. يسمونه جيرسية. ما هي العربية هي؟ لا جيرسية يسمونه. نسبة إلى نيو جيرسي. أهم شيء إنه طيب من أطيب البقر. أزرع نحباسي كله جيرسية. ها أنا جاديها في الجنوب حق الجنوب لها عرف. لها عرف من وراء. يقول جيرسية بس ما حليب أطيب الحليب بس شوي. بيض الله وجهك. العظم يوم زي ثنايات. انا هاكل علينا الدكتور ابقى الحين منصور يوم طلع اثر عظم بقره وانت ولا ما ادري ايش حاطين في فمك. الثاني كلب ايه الحمد لله. وش صارت؟ والله ما ادري وسلب ايه هذا خلنا نقله احنا مدينا الوقت معنا. يا رب لك الحق يا رب لك. ينقص من المهر 5000 ينقص يزيد. والله يا مطيري يا بيض. أمو
صدق انا ها كان علي هموم جاد طلعت شكم نفسه بقره هم جايبين واحده القصين كله مطحون تقول ذروها وانا قالوا لك جايبينه برباطه للمستوصف ما في روح